مامي بصراحة كنت مزودها النهاردة مع بابا عادل. يا دي دونتي ليه هتعملي بيئة زي البيئية اللي اسمها انعام دي؟ دي كانت هتاكلك النهاردة يا مامي وانت بتتكلمي معاه. دي متخلفة. لا هي مش متخلفة، هي كل الموضوع انها كانت مراته الست بصراحة. اديكي قلتيها كانت مراته، يعني فعل ماضي خلاص. يعني ايه فعل ماضي؟ يعني قصدك ايه يا مامي؟ يعني مش لازم تتضايقي لما اتكلم مع سعيد بالطريقة دي، وكلام عادي خالص. ايوه انت كده صح يا مامي. صدقوا بقى ان انا اصلا خساره ان انا اقعد اتكلم معاكم في الحوار الرخم ده، انا اروح احسن اطمن على عادل. يوه بقول لك ايه بقى، ايه رايك في الماما بتاعتك؟ مش عرفت بجد ان انا افرس واغيظ اللي اسمها انعام وامها؟ بصراحه يا مامي انت كنتي هايله. لا ولسه كمان، انا بصي لازم افضل وراهم علشان احسسهم بالفرق الكبير قوي اللي ما بيننا وما بعد. حفرسهم حفرسهم حفرسهم. بس يا مامي كده الموضوع ممكن يقلب بجد. ايه دي نويه اللي بجد ازاي بقى؟ انا ماما بتاعتك انت ممكن تبص للقهطه اللي صايه اللي اسمه سعيده نجاميه يا حبيبتي. انا بس زي ما بقولك انهم لازم يعرفوا ان في فرق هاي كلاس ما بيني وما بينهم. ايوه يعني انا برضو مش فاهمه ناويه تعملي ايه ان شاء الله. يعني ناويه كده شويه دلع على شويه مياصه على شويه رومانسيه لحد ما افرس انعام دي واضمن انها تموت نفسها وتنتحر. يا سلام على دماغك يا مامي. يا سلام على دماغك يا مامي، ده انا هتطلق كده. لا لا ولسه بقى لما اقنع بقى الاحتضينه ده اللي اسمه سعيد ان هو اعظم راجل في الدنيا ويعيش الحياه بتاعه روميو. يا خوفي يا ماجده لا تقلبي في اخر الروايه وتبقي جوليات. نو جامي. ايه ده انت ما تعرفيش الماما بتاعتك ولا ايه؟ جامي يا حبيبتي انا عارفه كويس قوي انا بعمل ايه. بص يا مامي انت الخطه بتاعتك ممتازه بس محتاجه شويه دقه في التنفيذ. انت عارفه الماما بتاعتك دقيقه قد ايه؟ عايز اعرف بس ايه لازمته كل ده؟ لازم اعرف واكد على انعام وسناء ان هناك فرق. زي ما بقول لك كده يا رمزي، وسبت مجيده وانعام ماسكين في خناق بعض وهيقطعوا بعض وجيت على هنا على طول. الله عليك يا عمي الله عليك. انا مش عارف بس دول ليه ما طلعش زي حضرتك كده. دوت خايب خايب، لو كان سمع كلامي ما كانش نام النوم اللي هو نايمها دي. يا انا كان نفسي دول ما يطلعش خايب وطيب كده ويطلع زي حضرتك كده مدردح وصايع قد الدنيا وتافه وقليل الادب وحمار، مش كده؟ ليه بس يا عمي كده؟ لا قال لي، قولي يا عم، هو الدكتور قال لحضرتك دول هيصحى سنة كام؟ صدق لا إله إلا الله. عادل ابني عنده حق إنه يجيله ده الفيل اللي جاله ده. ليه يا عم؟ عشان بيتعامل مع حمار مخطط زيك. ليه بس يا عم الغلط ده؟ وانا الله على فكرة بقى مش أنا السبب، ده الستات اللي في البيت هم السبب. دول ما بقاش عارف يرضي مين ولا مين. ستات ستات مين؟ لا ده أنا سعيد سعيد الشديد، هعرف ألعب الستات دول على الشناكل واخد طربني بايدي. طربنك؟ عمي هو دول اتقتل؟ لا ما اتقتلش، بس ان شاء الله لما يفوق هخليه يقتلك انت. انت مسيب رقبتي؟ عايز افهم يا عمي. من رقبتك ومال الفهم؟ مش راسي على رقبتي. انا هفهمك يا رمزي. قول يا سعد. الستات دول جنس ملعون، ما هماش لطيف وبتاع زي ما هم قايلين. لا الستات دول مش عايزين الراجل الصريح زي ابني معاهم، عايزين اللي يلاوعهم ويلعبهم على الشناكل. الله 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 عليك يا عمي، الله عليك يا ابني والله. ايه يا ابني؟ هو انا بغني لك موال شعبي؟ شعبي مين يا عمي؟ ده انت بتقول درر. درر ايه ده؟ انا ما شفتش غباء زي غبائك ده، ده انت غبي طحن. اسمع علي، مش ملاحظ ان انا من ساعه ما جيت مفيش زبون واحد دخل البازار؟ انا ملاحظ يا عمي يعني، وباين على حضرتك كده وان قدمك خير علينا. اسمع كل التماثيل الستاتي والحاجات المدعلطه ده عايزك تحطهم لي بره البازار، عايز الناس يعرفوا ان ده بازار مش مغاره علي بابا. الله عليك يا عم الله. ايه يلا الله عليك الله عليك والله العظيم انا قلت حضرتك بتقول درر وبتقول احكام وهنخلي البازار ده متحف ان شاء الله. وانت لسه شفت حاجه؟ ان شاء الله البازار ده هخليه يشغي ستات كده، ستات 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 ستات. عمي يعني دول لما يصحى من النوم هيلاقي البازار ده اتقلب كباريه؟ تعال عايزك. نعم يا عم. فيك من يكتم السر؟ في بير يا عمي. هات ودنك. اتفضل.
نفسي افهم انا ايه سبب الهمه والنشاط والشعلله في البيت النهارده. بنجهز العشاء لعمك سعيد زي ما انه جاي. اما بقى انا عامله له حته دين شوربه كوارع هتستاهل بقز انا لقد كده. يا خوفي لا يجيله تسمم نتيجه الكوارع. ها يا حبيبي عامله لك طبق مسقعه تاكل صوابعك وراه. ايه مسقعه تشوفوه حد يتعشى مسقعه؟ انت عايزه تجيبي له حاسبه ولا ايه؟ حاسبه ايه يا ماما؟ دي عامله مسقعه ومش عاملاها حمرا كمان. تاكي ده مسقعي. اصل انا خدت المفاتيح من جيب عادل الصبح النهارده لما نزلت. انت قلبت ابنك وهو نايم. ماما قصدها يا بابا يعني البيت بيتك واهلا وسهلا والدم عمره ما يبقى ميه. على فكره بقى البيت كان مظلم قوي 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 من غيرك، من فضلك ما تسيبش البيت وتمشي بعد كده عشان البيت وحشنا. ربنا يخليكي ليا يا جميل. ايه مظلم دي؟ ما البيت منور اهو. قصدك ان بابا نجا فدخلت علينا؟ يا جماعه حرام عليكم مش هنشتاق يا عمو. امال احنا مش هنتعشى ولا ايه؟ طبعا ده انا هموت من الجوع. اما بقى انا عامله لك حته دين طبق كوارع يستاهل بقك الزقنن ده. ميرسي. يا سلام. كوارع. الكوارع دي احسن حاجه تفيد الرئتين. انا بقى عامله لك طبق مسقعه يا سلام عاملاه بايديا اللي انت بتموت فيه. يا خوفي يا صاحبي لا يموت منها. متشكر قوي يا ام عادل، لسه فاكره الحاجات اللي انا بحبها. لو كنت يوم انساك افتكر تاني. عايز اكل، عايز اكل. الله عليك يا ماما. الله كمان يا ست كمان. هو احنا لسه هنغني؟ عايزين ناكل بقى. انا مش فاهمه ايه جو الرومانسيه زي ما يكون ماسوره وضربت في البيت النهارده. الرومانسيه دي اسالي عليها امك. اقعدي كلي وانت ساكته. ايه ده وانت مالك انت؟ انت هتوجهي لي الكلام؟ ما اديني يا ماما بس. عادي يا بنتي. لا 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 تعالي يا بنتي تعالي. اوعي بقى. بس 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 يا ساتر عليكم، ده انتوا مقرفين. اوعي اوعي بروح اعمل فنجان قهوه. اوعي يا ساتر عليكم. بابا بنتي طفشتيه تاني ازاي؟ تاني وانا عملت حاجه؟ وانا عملت حاجه؟ انا خيمه. بس اسكتي بس جرب. كده يا بقبوق. طب مش كنت تقولي كنت انا عملت لك القهوه بايدياتي دول؟ تسلم ايديك يا جميل. لا اصل انا بحبها بوش. طب يعني انا كنت هعملها لك بوشين؟ بوشين دي تبقى كدابه بقى. مش هقول انت دمك خفيف خالص. ده انت اللي زي العسل المصفي والله. طب يرضيك يرضيك يا ابو عادل اللي قالته انها وانا عماله اتعشى وباكل. لا 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 ما تزعليش منها، ما تزعليش منها، دي واحده ست دغله. فعلا. بس بقى من فضلك ما تقوليش الكلام الحلو ده، اصل انا لما بسمع كلام حلو بيغمى عليا وبنسى اسمه. انت بيغمى عليكي، انا احسن ما يجيلي صداع منها ومن رغيها دو 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 على طول. انت معاك حق، انا مش قادره افهم صراحه انت عشت مع الست دي ازاي. كان لازم تطلقها من زمان قوي قوي قوي. ايوه عشان كده انا طلقتها. طلقتها عشان ما يجيليش شلل رعاش. فعلا انت كويس قوي اني خلصت منها، دي ست شريره خالص. انت عايز واحده تكون حنينة. ايوه. وتدلعك. ايوه. وتنيمك بدري. وتاخد بالها من صحتك. طبعا. يعني الحاج متولي احسن منك، ما هو اتجوز اربعات. اربعات ده كده على طول في الوش كده جايبها لي. وش ايه؟ قصدك وش القهوه؟ يا خبر ابيض. وطي صوتك وطي صوتك، انعام بتيجي على الريحه. يا مامي فعلا دي وحشه وشريره خالص خالص خالص.